لقاح كوفيد-19. منذ بداية جائحة كورونا في أواخر العام 2019، دخلت جميع مراكز الأبحاث في سباق مع الوقت لصنع اللقاح الأمثل للسيطرة على فيروس كوفيد-19 وتقليل الأضرار الصحية والاقتصادية للجائحة. الموافقة على أي لقاح تمت بعد إجراء العديد من التجارب السريرية وإجراءات السلامة وتطبيق معايير عالية تم اعتمادها من قبل منظمة الصحة العالمية. ومن ضمن هذه اللقاحات لقاح كوفيد-19 أسترازينيكا، الذي تم التحقق من سلامته عبر تجارب سريرية في 4 دول وعلى أكثر من 23 ألف شخص، مما جعله معتمداً وآمناً للاستخدام من قبل منظمة الصحة العالمية. هذا اللقاح لديه فعالية تتراوح بين 62% حتى 90%، أي أن اللقاح يقلل عدد الإصابات بالكوفيد-19 وسط الذين تم تطعيمهم بنسبة 62% حتى 90%. كيف يعمل اللقاح؟ بعد حقن اللقاح في الجسم عبر جرعتين منفصلتين في مدة تتراوح من 4 أسابيع إلى 12 أسبوعاً، يقوم جهاز المناعة طبيعياً بالتعرف على فيروس كوفيد-19 وإنتاج أجسام مضادة له، وبالتالي يقوي رد فعل الجسم ومناعته ضد أي عدوى مستقبلية بالفيروس. ما هي الآثار الجانبية للقاح أسترازينيكا؟ أكدت منظمة الصحة العالمية أن الآثار الجانبية للقاح أسترازينيكا هي آثار طبيعية لرد فعل جهاز المناعة، تحدث لشخص واحد من بين كل 10 أشخاص تم تطعيمهم، وقد تشمل حمى، صداع، ألم أو تورم في موضع الحقن، غثيان أو إسهال. قد تستمر هذه الآثار الجانبية لمدة 24 ساعة أو أكثر، وقد تكون أقل من ذلك وقد لا تحدث إطلاقاً. بعد أخذ اللقاح تتكون لدى الشخص مناعة تحميه من الإصابة بكوفيد-19، وإذا حدثت إصابة فإنها تتراوح ما بين أعراض خفيفة إلى متوسطة، لا تستدعي دخول المستشفى والعناية المكثفة ولا تؤدي إلى الوفاة. إن محاربة جائحة كورونا تتطلب منا استخدام جميع السبل المتاحة والآمنة، ليس اللقاح فحسب، بل الالتزام بجميع التدابير الوقائية مثل غسل اليدين، لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي لتوفير أفضل حماية لنا ولمن حولنا. مع تمنيات وزارة الصحة الاتحادية لكم بدوام العافية والصحة والسلامة.